نرجع بقى للمحله تاني ونروح لريفو. ريفو فاكرين احمد رفعت اللي شبه محمد صلاح، لعيب مميز جدا ويعني عمل موسم جامد جدا مع المحله السنه دي، وكان من اللعيبه المهمين جدا في خط هجوم غزل المحله وسجل اهداف كتير واهداف مؤثره مع غزل المحله. فنرجع نشوف ريفو كده احمد رفعت واحتفالاتهم طبعا في المحله شغاله. مش عارف بقى ريفو برضو في الاتوبيس ولا ايه؟ يا ريفو ازيك؟ كابتن كريم ازي حضرتك؟ اخبارك ايه يا نجم؟ كله تمام؟ لا كابتن كله زي الفل الحمد لله. مبروك ليك والفريق غزل المحله كله والكل المحلويه. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك ويا رب نبقى نرجع تاني نرجع اسم نادي غزل المحله في الدوري الممتاز زي ما كان طول عمره يعني موجود في الدوري. ده اول موسم ليك مع المحله يا ريفو صح؟ اه انا جاي لهم في يناير من زد. من زد؟ اه. عملت انت موسم جامد قوي السنه دي، انا كنت متابعك ومتابع اهدافك ومستواك كان مميز جدا. وتقول ايه بقى بعد الصعود والماتشات الصعبه جدا والماتشات يعني اللي كانت مؤثره جدا في مشوار صعود المحله؟ والله كابتن طبعا الحمد لله بنحمد ربنا في الاول على الصعود. السنه دي كانت صعبه جدا خصوصا ان احنا جايين في يناير والفرقه كانت خامس او سادس، فطبعا دي كانت مهمه صعبه جدا قوي علينا، والحمد لله قدرنا نرجع تاني من غزل المحله للانتصارات وكسبنا الحمد لله. كان بقالنا فتره قبل ماتش لافيينا بنتعادل، بس الحمد لله قدرنا ناخد اخر ماتشين وقدرنا نحقق يعني حلم الجماهير ده كله. انت لو شفت المنظر هنا في المحله يعني الصراحه الكره فعلا للجماهير والكره فعلا بتتلعب عشان خاطر الناس دي. احنا جايبين لقطات ليكوا دلوقتي وانتوا في يعني الجماهير بتحتفل معاكوا في مدينه المحله. يمكن السنه دي يعني جه مدربين كتير لغزل المحله، كابتن خالد عيد وكابتن حسام عبد العال واخيرا كابتن احمد عيد عبد الملك. يعني قول لي يعني خصوصا كابتن احمد عيد عبد الملك اللي خلى المحله ترجع تاني وتنافس وتقرب من الصعود وصعدت زي ما شفنا. طبعا الناس كلها الصراحه من اول السنه تعبت مع النادي، اذا كان كابتن خالد او كابتن حسام طبعا بنديهم حقهم في ان هم خلوا المحله في المكان ده، وجه كابتن احمد عيد طبعا يعني ما شاء الله احنا كلعيبه حسينا ان كابتن احمد شايل من علينا الضغوطات، وكان كل كلامنا معاه ان هو شيلوا من عليكم الضغوطات، انتوا لعيبه كويسه، انتوا نادي كبير هتحطوا المحله باسم كبير وهنصعد. كان كل بعد ماتش بيخش يقول لنا ان انتوا هتصعدوا، حتى اما بنتعادل بيشيل كل الضغط بيتحمل كل الضغط من الجمهور. فالحمد لله يعني قدرنا الحمد لله نحقق حلم المدينه دي ان شاء الله. ريفو انت مكمل مع المحله السنه الجايه ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله، انا عادي سنتين مع المحله وان شاء الله اكمل معاهم السنه ان شاء الله. طب قول لي يا ريفو يعني تقول ايه لجمهور المحله النهارده بعد الصعود والفوز على بروكسي؟ لا انا يعني انا بشكرهم يا كابتن، وبعد كل ماتش بطلع اشكرهم حتى في الاوقات الصعبه اللي كانوا زعلانين مننا، بطلع اقول يعني الناس دي واقفه في ظهرنا طول الوقت وعلى راسنا ان انتوا زعلانين مننا. الناس بتلف ورانا كابتن، اي ماتش بنروحه الناس بتبقى موجوده باعداد رهيبه، الناس بتيجي ما بتخشش الماتشات بيشجعونا من على المباني ومن على البيوت، فالناس دي الصراحه يعني يستحق ان هم يفرحوا الفرحه دي، وهنفضل طول الوقت بنتعب ونجتهد ونشتغل عشان نفرح الناس دي ونبسطها. مين جنبك طبعا، عبده يحيى ولا محمد جابر ولا مين؟ هديك عبده يحيى اهو. عبده يحيى، هات عبده يحيى. السلام عليكم. ازيك يا عبدو؟ عليكم السلام. السلام عليكم يا كابتن كريم. اخبارك ايه يا نجم؟ الحمد لله. والله يا كابتن عامل ايه؟ كله تمام والله الحمد لله. انت عامل ايه؟ ايه؟ بقول لك مبروك، عامل ايه مبروك النهارده؟ الله يبارك فيك يا كابتن والله. خلي بالك احنا على الهوا في البرنامج. بتقول يا كابتن؟ بقول لك احنا على الهوا في البرنامج. احنا والله ما سامعين عشان ما انا عارف، ما انا عارف، انا بقول لك احنا على الهوا في قناه الحياه في البرنامج يعني. يا كابتن كريم والله مبروك وببارك لك على مستواك السنه دي واهدافك وعملت موسم جامد قوي السنه دي. معلش والله يا كابتن كريم بس معلش تزعل قوي. معلش بقول لك عملت موسم جامد انت السنه دي. الله يخليك، ده توفيق من ربنا والله ومساعده الفريق ككل والله الحمد لله يعني بتاع الله ربنا كان تعبنا كله بالصعود الحمد لله. اه يعني الناس كلها كانت متخيله ان انت هتسيب المحله اللي لعبت في المصري السنه اللي فاتت فهتلعب دوري ممتاز، ولكن تمسكت بالمحله وعملت وكنت لعيب مؤثر جدا السنه دي مع المحله. والله هو يعني هو ربنا كان له حكمه في كده، والحمد لله ان ربنا يعني نهايه السنه كنا صعدنا مع النادي ويعني فرحنا الناس دي كلها، فالحمد لله طبعا على توفيق ربنا معانا. طب قول لي بقى يعني عايزين المحله تصعد ما تنزلش تاني يا عبده؟
ان شاء الله. والله يا كابتن يعني احنا يعني كل الطموح ان احنا نصعد ان شاء الله ما نبقاش خمسه. طيب قول لي يعني تقول ايه لاحمد كابتن احمد عيد عبد الملك وتقول ايه للجمهور المحله؟ معلش تاني كده يا كابتن سليم. بقول لك تقول ايه لكابتن احمد عيد عبد الملك المدير الفني وتقول ايه لجمهور المحله؟ كابتن احمد طبعا يعني هو بصراحه اتعامل معانا نفسيا الفتره اللي فاتت كويس قوي لان كان في ضغوطات علينا من يعني نتائج الفرق الثانيه كانت بتساعدنا بس احنا ما كناش يعني ما بنساعدش نفسنا اكتر. فالحمد لله طبعا كنا يعني مضبوطين بس الحمد لله توفيق ربنا كان معانا. وطبعا جمهور المحله حضرتك لو شفت المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي طبعا مفيش كلمه توصفهم يعني بكلمه بصراحه. من اول طنطا لحد المحله لحد دلوقتي مش عارفين نوصل المحله. يعني منظر مبروك لكل اللعيبه والجهاز الفني ويعني بالتوفيق ان شاء الله. الله يبارك فيك والله ابو كباده حبيبي عبده. حبيبي عبده.